يا مساء البونجور، يا مساء الكومون تاليفو. النهارده هنعمل مكرونه بشاميل احلى من بتاعه الحاجه. الفكره في المكرونه بشاميل اننا نظبط الصلصه، لازم تبقى متسبكه كويس وما تبقاش قليله. للاسف الشديد في اللي بيعملوها من غير صلصه طماطم اصلا، انت متخيل؟ وبعدين طبقه البشاميل لازم تبقى سميكه علشان تغطي على المكرونه كلها، بدل ما يبقى عندك مكرونات طالعه لوحدها وتبقى ناشفه وحاجه تعيسه قوي، وفي نفس الوقت ما نقفورش في البشاميل. الحلقه اللي فاتت شفنا ان كل مكون بيجي من حته شكل. الحلقه دي الجزء الثاني من حوار الاكل، وهو الانتاج الضخم، وليه بقينا بنستخدم صلصه معلبه مستوردينها بالدولار واحنا اصلا بنزرع طماطم، وليه ما فيش غير 4 شركات مكوشين على قمح العالم كله، وازاي ماكدونالدز تحولت لاكبر مستهلك للتفاح في العالم، وليه بقينا بنشتري الميه المعدنيه وبكره يبيعوا لنا الهواء، وازاي الفقير تخين وهو مش لاقي ياكل، وليه مع الوقت بقينا بناكل خضار وفاكهه اقل والاكل مليان هرمونات ومبيدات وكيمياء. هي الدنيا ممكن تتطرق فوق دماغنا فعلا، بس الحل موجود. نبدأ بالمكونات. أول حاجة المكرونة، كيس 400 جرام. الباستا عبارة عن الدقيق الدروم أو القمح القاسي اللي بنقول عليه السميد، مع شوية مية ومتجفف ومتعلم. أي نعم ممكن تستخدم أي نوع، بس صح هو صوابع القلم البنة. في كذا ماركة ومش فارقين كتير طالما مش غطسان في نشا، لأنه بيعجن وطعم النشا يبان معاك في الآخر. المكرونة أشكال وأنواع، حاجة لا بتتعمل في البيت ولا عند عم عبدو اللي على الناصر. هتنزل السوبر ماركت هتلاقي كل شركة منزلة بدل النوع 10. شغل مصانع ومكن وعمال ومخازن وعربيات بتنقل وليلة كبيرة. صناعة بمليارات مسيطر عليها كام حوت. شركة زي ريجينا واكلة أكتر من نص السوق المحلي لوحدها، واللي هيحاول يتنافس هيتاكل. والمكرونه مش هنسلقها من الاول، هنستنى الطماطم تتسبك والبشاميل يتقل، وبعد كده بصلايه وجزرتين وعودين كرفس فرنجي يتقطعوا كله صغير، بنبني بيهم اساس الصلصه. احنا عاده بنعصق ببصلايه وخلاص، بس لما تدخل معاهم الجزر والكرفس بيتقال عليهم ميركوا في المطبخ الفرنسي او سوفريتو بالايطالي، وبيدوا طعم جامد قوي لاي صلصه. الخضره بنجيبها من عند الخضري اللي بيجيبها من عند سوق العبور، الحمد لله يعني. بس لو عايش بره وبتجيبها من اعراف السوبر ماركت بتبقى غالبا جايه من شركه كارجل، واحده من اكبر شركات المنتجات الزراعيه في العالم كله. فاميلي بيزنس بيبيع باكتر من 110 مليار دولار في السنه. بعد كده لحمه مفرومه 400 جرام. بلاش لحمه حمراء، هات لحمه فيها نسبه دهن 20% عشان ده اللي بيخليها اطعم وتستوي في دهنها. قول الجزار يجيب لك مفروم ملبس. عندك لحمه شركات زي فرجله المصريه وحلواني السعوديه، اكياس مرصوصه في الفريزر كلها زي بعض بالظبط، طالعه من خط انتاج بيفرم اطنان من اللحمه بيقسمها ويعبيها. وفي مستورد زي البرازيلي كده، هتبقى من شركه جي بي اس، اكبر منتج للحمه والفراخ في العالم كله، بس البلدي من عند الجزار احلى لو تقدر. ومعاهم معلقه صلصه طماطم عشان بتكثف الطعم. في مصر الصلصه يعني هاينز، وفيك نور بتاعت شركه يونيليفر واللي عندها اكتر من 400 ماركه وبتبيع باكتر من 50 مليار دولار في السنه. لو ضربت طماطم في الخلاط هيبقى تركيزها 5% والباقي ميه. صلصه الطماطم معظمها بيجي لنا عن طريق مصانع بره، بتشتري اطنان من الطماطم بعدين بتبخر الميه بحيث ان 7 كيلو طماطم بيطلعوا كيلو معجون يشحنوه، بعدين المصانع المصريه بتستورد المعجون وبعدين تخففه شويه وتعبيه بتقنيه تفريغ الهواء بحيث ان صلاحيته توصل لسنه كامله قاعد على الرف. حاجه كده عمرك ما تعرف تعملها في بيتكم. نيجي للتوابل، الملح والفلفل اساسي، وانا بحب معاهم الكزبره والقرفه. ماليش في جو بقى السبع بهارات وتوابل اللحمه والفراخ الجاهزه في كيس الجو الضيق ده. شويه خل صغيرين، ولو خل تفاح يبقى احلى. الخل ده برده حوار لانه بيتخمر في صهاريج ويتبستر ويتخفف ويتعبى في ازايز ويتنقل للبقاله. زمان كان ازازه خل شركه السكر الحكوميه في كل بيت، بنشتري بالرخيص وكلنا بنستفيد، بس دلوقتي شركه هاينز برده واللي شبهها هم اللي مسيطرين. كيلو طماطم وهنضربهم في الخلاط. طماطمتنا بلدي، بس اكبر شركه لانتاج الطماطم في العالم هي مورنينج ستار الأمريكية اللي بتنتج 67 ألف طن طماطم يوميا. نيجي لحاجة البشاميل، حتة زبدة. احنا اتكلمنا عن الزبدة الحلقة اللي فاتت وان معظمها من نيوزيلندا. معلقتين دقيق علشان قوام البشاميل. انتاج القمح في كل حتة في العالم مسيطر عليها الشركات اللي بيسموها ABCD، هارشل دانييلز ميدلاند، بانج، كارجل وشركة لوي دريفس. وبالتالي اي منتج معتمد على القمح زي الباستا او الدقيق الخام او حتى الشمعدان معتمد على ال4 شركات دول، واللي بيخزنوا الفائض من انتاج القمح في صوامع عملاقه في كل حته في العالم. ازازه لبن
هي مش لتر بالظبط. زمان اللبان كان هيعدي عليك اللبن تغليه وتشتغل، بس كان اخره كام يوم ويبوظ. النهارده قطاع الالبان في مصر حجم استثماراته 7 مليار جنيه. مصانع اللبن بتشتغل على نطاق واسع بمكان حديث، بيجهز اطنان من اللبن في مكان متعقم، بعدين يعبي ويوزع في جميع انحاء الجمهوريه، وانت تشتري براحتك. ما هو بيقعد على الرف لحد 6 شهور بره الثلاجه ما دام ما اتفتحش. وللبشاميل بقى ملح وفلفل، واهم حاجه جوز الطيب علشان ده اطعم حاجه في البشاميل. جبنه للبشاميل كل ما تبقى معدقه وقديمه وملحه كل ما تبقى احلى. يعني ممكن جبنه رومي قديمه حادقه، او لو عندك جبنه بيكورينو تبقى عظيمه طبعا، وبعدين جبنه نبشرها من فوق عشان تاخد وش. ممكن جبنه رومي، او لو قفشت قصار وعندك حد امين يصرفه ممكن بارميجان او جرانا بادان. نخش بقى في الطبخه، هنقطع البصل والجزر والكرفس. بص بقى، البصله عشان تقطعها بتقطع راسها كده تشيلها، وبعد كده تقسمها بالطول، وبعد كده تقوم حاطط البصلايه بالشكل ده، وبعد كده تقوم تقعد تقطع ادوار طبقات رفيعه، وتقعد تقطع بالطول شرايح رفيعه كده، وبعد كده تيجي وتقطع بالعرض رفيع قوي عشان تطلع القطع الصغيره. اصلا عباره عن تاريخنا مع الزراعه، هي اللي سمحت لنا نستقر ونأسس مجتمعات وحضارات. قبل كده كان اجدادنا متسوحين في تجمعات مبنيه على الصيد وجمع الثمار. الزراعه في الاول كانت صعبه وبتتاثر بالكوارث الطبيعيه والتغيرات المناخيه زي الجفاف والسيول، والانتاج ما كانش منتظم خالص فبتلبس في مجاعات، والاوبئه كانت بتفور محاصيل كامله مره واحده. بس مع الراسماليه القصه اتطورت، السكان زادوا وطوروا التكنولوجيا، ومع مرور الزمن الزراعه ما بقتش بتتعمل عشان ناكل ونعيش وخلاص، بقى اصحاب الفلوس بينتجوا ويبيعوا علشان يزودوا الارباح. وعلشان الشركات تقدر تنافس لازم تخلق اكتر منتج ممكن يكسب في اسرع وقت وباقل سعر، يعني تنقل على الميكنه الزراعيه بدل الشغل اليدوي، وتكنولوجيا ري وكمان اسمده صناعيه بدل السماد العضوي الطبيعي. الشركات غيروا شكل النباتات نفسها واستخدموا الهندسه الوراثيه علشان يزودوا انتاجيه كل فدان، وده اللي بيسموه الزراعه الصناعيه الاندستريال فارمنج، والانتاج الضخم الماس برودكشن. نضرب كيلو طماطم في الخلاط، نقي الطماطم طريه ومستويه ودلونها مش فاتح عشان تديك عصير. ممكن تلاقي الخضري بيبيع الجامد اغلى من المستوي، هات الارخص حتى لو شكله وحش. زمان الاكل كان بيتزرع في مزارع صغيره على ايد فلاحين وفلاحات باستخدام الحيوانات وادوات عاديه متصنعه في البيوت، وسماد عضوي من البهايم بمهارات ورثوها بعد سنين من التجارب. بس بعد الحرب العالميه الثانيه مصانع الدبابات بقت بتصنع جرارات، والجرار بقى مكان الحصان، والسماد النيتروجيني بتاع المعمل خد مكان السماد العضوي الطبيعي. المزرعه الصغيره اللي معتمده على مهارات الفلاح نفسه اتبلعت من مزارع واسعه مشغلينها عمال على مكن، وبقت زراعه صناعيه هدفها تطلع اكبر كميه انتاج باقل تكلفه، وتبيع في السوق وتراكم ارباح. مش مهم بقى احنا بناكل ولا بنجوع، بناكل اكل صحي ولا لا، بنحافظ على البيئه ولا بنفشخها، المهم يكسب. طبعا الانتاج الضخم المتطور ده ما يقدرش عليه غير الشركات العملاقه براس مال شبيح، والمنافسه شرسه جدا، وبقى عندنا وفره غير مسبوقه في الانتاج الزراعي والحيواني، بس كله بثمنه ولازم يتباع، مفيش حاجه ببلاش. العالم وصل لمرحله ان صغار المزارعين بيمتلكوا 8% بس من الاراضي الزراعيه، وفي المقابل 1% الشويه اللي فوق مسيطرين على 2/3 الاراضي الزراعيه. اكل البشريه كلها بقى تحت رحمه مجموعه صغيره مش شايفين غير الارباح. طاسة على النار، زيت، الخضار اللي قطعناه، رشة ملح عشان الخضار يطلع ميته، نقلب بقى. التطور اللي بنتكلم فيه ده ما كانش في اوروبا وامريكا بس، ما العالم كله سوق واحد. في اسيا مثلا في الستينات عملوا حاجه اسمها الثوره الخضراء، واللي كان هدفها مضاعفه انتاج الرز والقمح عن طريق الميكنه الحديثه، والهند كان ليها نصيب الفيل في الطلعه دي. طبعا انت فاكر دي حاجه كويسه، بس هو من الاخر كده كانوا بيفتحوا اسواق جديده. ثوره خضراء يعني مكن حديث، اسمده صناعيه، وبذور معدله وراثيه علشان نزود الانتاج. اصحاب الاراضي الكبيره استولوا على اراضي الفلاحين الصغيرين علشان يطبقوا التكنولوجيا الجديده، واللي ما طردش من ارضه في السوق كده كده. المزارع الكبيره تقدر تنتج على نطاق واسع بسعر ارخص، والفلاح الصغير اللي فكر يتنافس اتهزم واتضايق. ما هو بالعقل كده، الفلاح اللي في الهند هيجيب البذور المعدله وراثيا منين؟ ولا هيشتري جرارات ومكن منين؟ والاسمده كله من الاخر كده تحت سيطره امريكا، هيمنه امريكيه على ابوه. لما الخضار يستوي كده انزل باللحمه المفرومه
واقعد اقلب. الهيمنه الامريكيه على الاكل بدات في الاربعينات، المزارع كبرت، والتجاره العالميه للاكل بقت تحت سيطره كام شركه اوروبيه وامريكيه، وافريقيا اتزنقت في خانه انتاج المحاصيل النقديه، يعني محاصيل للتصدير مش للاستهلاك، زي الاوت سورسنج بتاع الكول سنتر كده. يعني نقدر نقول استعمار، بس مش بتاع الحرب، ده استعمار شيك بتاع السلام. بص بقى، الفكرة في اللحمة ان انت تفضل معاها لغاية ما تستوي تماما وتسمعها وهي بتطبخ في دهنها، بعدين ننزل بالصلصة، وبعدين التوابل، ملح، فلفل، كزبرة، قرفة. هتلاقي الدنيا نشفت معاك شوية، فبتنزل بالخل عشان تشيل اللي في قعر الحلة، بعدين هتنزل بالطماطم اللي ضربناها في الخلاط وعلى نار هادية لغاية ما تتسبك. بعد الحرب العالمية التانية وتطور الميكنة الزراعية، الإنتاج كان في العلالي لغاية ما خبطنا في فقد الإنتاج، ودي الحيطة اللي الرأسمالية بتلبس فيها كل شوية. وممكن نقول إيه المشكلة؟ إنتاج زيادة مصلحة، والجعان ياكل والفقر يقل، بس لا، فقد إنتاج عندهم يعني إنتاج زيادة ملوش بيع ولا استخدام، ومش هيوزعوه ببلاش، ولاد بيرموه علشان سعره ما يقلش ويخسروا مليارات، فيبطلوا يشتروا من الموردين فما يعرفوش يبيعوا للزباين، فيسرحوا العمال وكلنا نفلس ويلبسونا في ازمه اقتصاديه بتسمع في كل حته في العالم. في حل على نار هاديه، حته زبده، انزل بالدقيق. خلي بالك بقى من اللقطه دي، لازم تقلب لغايه ما الدقيق يستوي، والا طعمه هيطلع معاك في الاخر. الزبده والدقيق مع بعض بيعملوا العجينه اللي بتدي للبشاميل القوام المظبوط. في سنه 54 مع بدايه الحرب البارده، الحكومه الامريكيه افتكست برنامج الاكل من اجل السلام المعروف ب PL 480، علشان تحل مشكله فائض الانتاج. قال لك احنا نشتري فائض الانتاج من كبار المزارعين في امريكا بسعر حلو بفلوس الشعب، وبكده الكبار يعملوا المصلحه والشعب هو اللي بيحاسب، وبعدين يروحوا للبلاد الفقيره ويبيعوه باقل من نص سعره بالعمله المحليه، فيضربوا السوق والفلاحين ما يعرفوش يبيعوا، وشعوب العالم تعتمد على المنتج الامريكي، وبعدين ياخدوا الفلوس بالعمله المحليه ويدوها مساعدات للحكومة مقابل ولائهم في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. ده حتى مدير برنامج الأكل من أجل السلام جورج ماكجوفرن قال إن البرنامج ده سلاح أقوى من الطائرة الحربية في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. وش كده، وبكده المزارعين الامريكان الكبار ربحانين. فلاحين البلاد اللي زي الهند وباكستان واندونيسيا وجامايكا فلسوا ومش عارفين يزرعوا، وحكوماتهم بقت مع امريكا علشان المنتج الرخيص وفلوس المساعدات، والشعب الامريكي هو اللي بيحاسب على المشاريب، والشعوب التانية بتبيع استقلالها السياسي علشان تعرف تاكل. شغل صهاينة يا اسطى، عيب عليك. هنسقسق اللبن ونقعد نقلب. وده اللي حصل معانا في مصر. في سنه 60 كان عندنا اكتفاء ذاتي من القمح بنسبه 70%، وبعدها بسنه دخلنا برنامج الاكل من اجل السلام من اوسع ابوابه، واكتفائنا الذاتي من القمح نزل ل 62%، وبعديها بسنه كمان بقدره قادر نزل ل 50%. وتزرع ليه؟ ما تجيب القمح المدعم من عمك كينيدي ارخص. في السبعينات بقت مصر بكل فخر واعتزاز نمبر 1 في برنامج الاكل من اجل السلام في العالم كله، وامريكا كانت بتدعمنا باكتر من 5 أضعاف اي بلد تانية. والسادات علشان ينور رضا الامريكان قدم اكبر تنازل سياسي بزيارته للقدس، لا وكمان بيحط ورد على القبر بتاع الجندي ابن الوسخة المجهول. وسبحان الله في الثمانينات اكتفائنا الذاتي من القمح نزل ل 23% بعد ما كان 70%، وبقى اكل عيشنا حرفيا في ايد الشركات الامريكية. عاش يا رجالة، اقسم بالله. على ما الصلصة تتسبك والبشاميل يتقل نسلق المكرونة، عشان احنا عايزين كله يبقى جاهز في نفس الوقت، وهي مش هتاخد غير 10 دقايق. حلة غويطة عشان نسلق المكرونة، مية ساقعة، ولو عايز تنجز سخن المية في الغلاية، ملح، حبة حلوين. كل ده ولسه ما اتكلمناش عن علاقة الإنتاج الضخم بالبيئة. الإنتاج الحيواني الضخم بيحصل عن طريق تكدس حيوانات كتيرة فشخ في مساحات ضيقة جدا، بدون اعتبارات للبيئة أو الصحة وحاجة كده آخر كمكمة. ده من ناحية بيسمح لانتشار الأمراض بين الحيوانات، وبيخلي نقل الأمراض من الحيوانات لينا إحنا أسهل وأسرع بكتير. ما هي المشكلة كمان إن التوسع ده تم بتدمير حواجز الطبيعة اللي بتحمينا من الأمراض والأوبئة اللي بتصيب الحيوانات. توسع مستمر ودخول مفاجئ دائم على الطبيعة خلى المدن بقت وسط الغابات، زي مدينة ووهان اللي انتشر منها فيروس الكورونا، وقبلها جنون البقر وانفلونزا الطيور والخنازير. كمان الانتاج الضخم بينتج حيوانات ومحاصيل بنفس الجينات بالظبط، وده بيخليها عرضه اكتر ان لو واحد بس اتصاب
كله بيلمس. وعلى فكرة ده بالظبط اللي حصل في الموز. زمان كان صنف الموز اللي موجود في العالم كله اسمه جروميشان، حاجة كده مسكرة ومكريمة واخر قرار، وما كانش فيه غيره. وبعدين في الخمسينات ظهر مرض اسمه بانما، وبما ان الموز كله متطابق انتشر وفور موز العالم كله. في لحظة كله اتضرب، قام ابتكروا صنف جديد في المعمل اسمه كافنديش، مش بنفس الحلاوة خالص، بس نزل وسيطر على السوق. الصنف ده كله متطابق وبرده فيه امراض بتخترقه، وقريب هو كمان هينقرض. انزل بكيس المكرونة، ساعات بيبقى مكتوب على الكيس تسلقها لمدة قد ايه، بس هي بشكل عام البنة بتتسلق من 8 ل 10 دقايق. لو هتاكلها على طول يبقى 8 دقايق علشان يبقى حلو وانت بتمضغ، بس بما انها هتخش الفرن كده كده فمش فارقه كتير، المهم ما عجنش منها. كل ده بالاضافه للكيمياء اللي بنحقنها علشان تحمي المحاصيل من الامراض وتساعدها تطرح اكتر. ده خلى الميكروبات تتاقلم وتطور من دفاعها، وبقت المضادات الحيويه اللي بنستخدمها زي قلتها. لا وايه، كل المبيدات والكيمياء بتتسرب للميه اللي بنشربها وبتموت الثوره السمكيه وبتوصل للمحاصيل والحيوانات اللي بناكلها وتجيب لنا سرطان. 60% من الانتاج الضخم عباره عن رز وذره، يعني سعرات حراريه عاليه ومفيش اي قيمه غذائيه اصلا. يعني الناس بتعاني من السمنه وسوء التغذيه في نفس الوقت. ابشر الجبنه، دوقوا ملح علشان الجبنه حادقه، فلفل، واهم حاجه طبعا جوزة الطيب. لو البشاميل خفيف مش هيعوم فوق الصلصه، ولو تقيل قوي مش هتعرف تغطي الصينيه كلها. الانتاج الضخم للحوم بقى بيفشخ البيئه. اولا عندك ارض واسعه بمحاصيل الحيوانات بميتها وكميتها وامراضها. ثانيا لو البقر منتشر على ارض واسعه ممكن يكون في دوره منتزل، بحيث انهم يتغذوا من الارض ومخلفاتهم ترجع الارض تاني وهكذا. بس لو الاف البقر في قطعه ارض واحده مخلفاتهم مش هتستخدم، وبتطلق الميثان وثاني اكسيد الكربون، وبتسبب احتباس حراري والدنيا هتتطربق فوق دماغنا. ده غير طبعا حرق الوقود والاسمده الصناعيه. واستقر نتكلم عن نهب الارض. الطبيعي ان الاكل اللي بيطلع من الارض بيرجع لها تاني كسماد عضوي من المخلفات، يغذي الارض وتطرح اكل تاني والدوره تكمل، بس ده ما بيحصلش. وهو ده الصدع التفاعلي وانقطاع علاقتنا كبني ادمين عن الارض. والمصيبه كمان ان الزراعه هدفها الارباح السريعه، بحيث ان المحاصيل بتمص اكبر كم من الغذاء من التربه من غير ما تلحق تجدد من نفسها، والارض كده مش هتعمر معانا. اهم حاجه في البشاميل وفي العالم غالبا هي الرصه. المكرونه اول ما تستوي تنزل على الصينية على طول علشان ما تلزقش في بعض وتعجن. بعدين اللحمة المفرومة والصلصة. تقلبهم على بعض كويس، وبعدين هي مدارس. في اللي بينزل البشاميل كله من فوق، وبكده يبقى عندك طبقة تخينة بس منفصلة عن المكرونة والصلصة. وفي ناس الصح بقى اللي بتنزل بحبة صغيرين وتقلب، وبكده المكرونة والصلصة والبشاميل يندمجوا مع بعض. بس لسه عندك طبقة بشاميل محترمة فوق. احنا بنتعامل على اساس ان طريقة اكلنا طبيعية وحرية شخصية ودي دماغي وكده، بس هو الانتاج الضخم غير من نمط اكلنا. بناكل ايه وامتى وازاي في تغير مستمر. نبشر الجبنة من فوق وندخلها الفرن. دلوقتي جاهزه انها تخش الفرن، هندخلها نصاوي كده على 180. اكلنا بيتاثر بالافكار والمعتقدات والعادات والندره سواء حقيقيه او فيشنج. وطبعا فلوس الفلوس الفلوس. حاضر يا فندم. الانتاج الضخم بيحب الفلوس، والفلوس بتحب الانتاج الضخم. كل حاجه من ايه اللي بيتزرع وايه اللي بيوصل لبقاله الايمان تحت بيتكم بيسوقها الانتاج الضخم، واحنا مش جزء من القرار. على مدار التاريخ كان في اكتشافات بتفيد البشريه، بس مع الراسماليه ما بقتش مساله افاده، بقت مجرد ارباح. يعني عندنا التطور التكنولوجي وانتاج عظيم يشبعنا كلنا والزياده، ومع ذلك بنموت من الجوع، واللي بيراكموا ارباح مجموعه صغيره وبتزغ. حتى الميه احنا بامكاننا نشرب العالم كله ميه نظيف، بس معلش سوري
لازم تدفع. في 10 شركات متحكمين في سوق الميه، العشر شركات من ضمنهم اكوافينا وداساني ونسلة، وطبعا مش هنجيب سيره ايفيان. الراسماليه طورت حوار تقسيم العمل، وفي مجال الاكل ده ادى لانتشار مطاعم الوجبات السريعه. مع توسع الانتاج الضخم والعولمه، مطاعم الفاست فود بدات باستهلاك وفره انتاج العالم، وتوسعت لدرجه انها محتاجه انتاج ضخم يخدم عليها هي مخصوص. ماكدونالدز لما قررت تنزل بالابل باي تحولت لاكبر مستهلك من التفاح على مستوى العالم، وجميع المزارعين بيوردوا لها. الاقتصادي جورج ريتسر وصف الحوار ده في كتابه The Macdonaldization of Society، او مجدلة المجتمع، او كيف تجعل العالم ماكدونالدزيا. مش عارف يعني، هو مش بيتكلم عن انتشار ماكدونالدز بالاخص، ولكن عن الصفات اللي بيقدمها ماكدونالدز واللي بتتحول لسمات عاديه في حياتنا اليوميه. اولا، ساندوتش البيج ماك اللي بناكله هنا في القاهره هو بتاع شانغهاي، نفس الشكل والوزن واغلب المكونات كمان. ثانيا، انت بتنتظر منه نفس الطعم طول الوقت في اي حاجه. ثالثا، التحكم. الشركه هي اللي حاطه القواعد، والعامل والمستهلك الاثنين ملتزمين بيها في المكان نفسه. واخيرا، القابليه للحساب، يعني كل شيء محسوب ومدروس في اكسلايه، من اول حجم حته الجبنه لعدد البطاطسيات اللي في الفرنش فرايز اكس لارج ولا كوم. احنا بقينا بناكل دهن عالي، نشويات كتيره، ملح اوفر، وخضار وفاكهه قليله فشخ. وطبعا انت ما تقدرش تغير في الكلام ده، وده غير في سكته من شكل التموين الحكومي وخلاه اسوا. بعد ما التموين كان متنوع، حتى لو ما كانش اعلى جوده واكبر كميه، التموين كان فيه بقوليات وسمن طبيعي جنب الرز والشاي والصابون. وفي مرحله ما وصل ل20 سلعه، منهم اللحوم المجمدة والفراخ والأسماك. ودلوقتي بقى قاصر على النشويات، الحاجة اللي بتديك طاقة سريعة علشان تكمل شغل وتبطل كسل. والشركات المصرية احتضنت الماكدونالدزية، زي اللبن اللي بتشتريه في علبة من أي محل وانت عارف ومتوقع طعم الحليب بتاع الماركة دي تحديدا. الرأسمالية مش بس استخدمت الانتاج الضخم علشان تعظم مكاسبها، دي كمان بتلعب في المكونات وبتأكلنا بدائل أرخص وغير صحية علشان طعمها أحلى، أو بتقنعنا بكده. يعني البيبس والكولا بيستخدموا سكر الذرة، وفي الفاست فود بيستخدموا دهون نباتية بشكل ما تعرفش تعمله في البيت ويعجبك فشخ. ومع الوقت الأكل العادي اللي كنت متعود عليه يبقى بديل صحي ونادر وغالي، وكل الفاكهة والخضار مبيدات أو بذور ملعوب فيها. عايز الخضار بتاع زمان ده بقى اسمه أورجانيك وبقى بقد كده. عايز زبدة ولا سمنة مش نباتي، ادفع يا معلم. وعلشان يبقى عندك طاقة لشغلك وانت اصلا مفلس ومش لاحق، فهتروح على الطاقة السريعة في النشويات والسكر والدهون، واللي انتشرت مع الوجبات السريعة. عندك عيال وعايز تشبعهم، هتروح على النشويات برضو. ما انت مش هتجيب لتر لبن ب30 جنيه، لانك حتى لو جبته ما انتش ضامن قوي ان صحتك في العلبة دي. كده سبناها نص ساعة في الفرن وحوالي نص ساعة بره عشان تبرد شوية. ما ينفعش تقطع منها على طول علشان هتبقى صايصة، لازم تسيبها نصاوي كده عشان تتماسك. دلوقتي ممكن نعطرينها حتة وندوها. طبق وسكينة معجون، يلا بينا. خلاص احنا نزق على الصحراء ونزرع ونقلع ونتعايش بشكل بسيط ونأكل نفسنا وعائلتنا، نعزل نفسنا عن العالم كمجموعات صغيرة، وقال يعني خرجنا نفسنا من المعادلة، ومليارات البني ادمين مكملين عادي بنفس المقاسي. بس ملناش دعوة بقى، المهم اني ابقى عامل اللي عليا انا شخصيا. في موضة كده في الدول الغنية مش عارفين هنخلص منها امتى، بتقولك كمستهلك اشتري اورجانيك على اساس انها حاجة احسن للبيئة. حاجة عظيمة، بس هي غالية ليه؟ يعني سلعة صحية وطبيعية، بدل ما يبقى ده المعتاد بيسوقوها على اساس انها ميزة تنافسية، واحنا مستهلكين ندفع ثمنها. يعني لو مش هدفع مش هتاكلني اورجانيك، فاحنا بنعاقب الفقراء يعني ولا ايه؟ مش فاهم. بس حلك عندي يا اسطى، مبروك عليك مقدما. انت تعمل الصح وتبطل تماما اكل اللحوم والالبان
وتبقى فيجن محب للبيئة وأليف للحيوانات وتقدمي فشخ أقسم بالله. الجماعة الفيجن دول بيمتنعوا عن أكل المنتجات الحيوانية، تسجيل اعتراض على أسلوب معاملة الحيوانات في المصانع، وبيقولوا إن إحنا مش محتاجين نقتل أو نعذب حيوانات علشان نعيش، ده على أساس إن لو كلنا بينا نباتيين المشكلة هتتحل لوحدها بقدرة قادر، أو على الأقل أبقى أنا شخصيا وفرديا والعياذ بالله من كلمة أنا ما بقاش جزء من المشكلة، وبواخد موقف أخلاقي وراقي وبعمل الصح مع نفسي. أنا مش عايز أصدمك، بس نفس الشركات اللي بتنتج منتجات حيوانية بعنف ودموية هي بتعمل لك المنتج الفيجن علشان ما تزعلش. شركة دانون بتاعت الزبادي ومنتجات الألبان بتملك أكتيفيا، وفي نفس الوقت بتملك ألبرو بتوع الألبان النباتية زي اللوز والصويا، يعني مصدر الأرباح واحد. شركة جي بي اس هي أكبر منتج للحم البقري والفراخ في العالم كله، وتاني أكبر منتج للحم الخنزير في العالم، وهي نفس الشركة اللي بتملك أكبر 7 شركات للأكل الفيجن في العالم كله. بلوت تويست، ما هي رأس مالية واحدة يا اسطى. لو صعبان عليك الحيوانات خد المنتج البلانت بيس ده، وفلوسك هتمول المصانع بتاعتنا عشان نستغل العمال اللي انت متضامن معاهم، وندبح الحيوانات اللي صعبانة عليك، وندمر البيئة اللي انت خايف عليها، ونفشخ صحتنا جميعا. ولا تزعل يا اسطى اقسم بالله، وزي ما احنا عارفين السوق ما بيرحمش، والشركة اللي مش هتعمل زي جي بي اس هتتاكل من جي بي اس. الحلول الفردية ما تنفعش في مواجهة نمط انتاج بحاله، دي مواقف تمام وزي فل وكل واحد يعمل اللي هو شايفه صح، بس محاولة مواجهة أكبر ممثلين الرأسمالية على مستوى العالم بفلوسك فكرة ساذجة قوي الحقيقة. الرأسماليين بيحاولوا يقنعونا إن إحنا عندنا كامل الحرية نحرك السوق بمشترياتنا. الرأسمالي هو اللي بيستغلك في الشغل بالنهار ويزلك بمرتب هزلي تشتري منه المنتج هو برضه بالليل. هما كام شركة متحكمين في أكلنا كلنا. طريقة صرفك لفلوسك مش فارقة، غصب عنك هتشتري منهم زي ما غصب عنك بتشتغل لحسابهم. وبعدين فين حرية الاختيار وكيلو اللحمة ب 300 جنيه، والملايين عايشين ب 2003 والناس مش لاقي تاكل اصلا. مش هينفع نحسن من وضع اكلنا من غير ما نضعف الرأسمالية، والحل جماعي مش فردي. في نقاشات عن نموذج للسيادة الغذائية بدل مفهوم الامن الغذائي المتعارف عليه. يعني الامن الغذائي بيقول نوفر اكل للجميع من غير ما نتكلم في الاكل بينتج فين ولا ازاي، نستورد باحسن سعر ونفيد الشركات ومش مهم البيئة دلوقتي. بس السيادة الغذائية بتتكلم في سيطرة اكبر للمزارعين والمجالس المحلية في انتاج الاكل واستهلاكه، وضرورة دعم الانتاج المحلي والبيئة قبل الأرباح. الأمن الغذائي بيقول السوق يحكم، وبالتالي كبار الشركات والحكومات بتسيطر، بس السيادة الغذائية بتتكلم في حق كل دولة في تحديد سياساتها المستقلة عن طريق مشاركة المزارعين والمزارعات. الأمن الغذائي بيطرح البذور في السوق، والنتيجة إن شركة واحدة بتسمح لنا أو بتمنعنا من زراعة المحاصيل، بس السيادة الغذائية بتقول إن البذور حق البشرية وكله متاح لكله ومفيش ملكية فكرية والجو الضيق ده. وبالمثل المية، في شبكة عملاقة اسمها فيا كامبسينا بتربط مزارعين وصيادين وعمال زراعة بأشكالهم. الرابطة دي عاملة شغل عالي قوي، قايمة على اشتراكات الأعضاء، وبتمثل 182 منظمة للمزارعين في 81 بلد، يعني بتربط 200 مليون واحد شغالين في انتاج اكلنا، وكلهم على نطاق صغير ومفيش شركات والكلام ده. فيا كامبسينا شغاله على التنسيق ما بين الحركات والمظاهرات والاضرابات حوالين العالم، وكمان بتشارك في بعض المؤسسات والهيئات الحكوميه علشان تاثر على القوانين اللي بتحكم زراعه وتوزيع الغذاء حوالين العالم. من اهم مطالب الرابطه دي هي السياده الغذائيه اللي بنتكلم فيها، وبتشتغل على تقليل الانبعاثات، وبتطالب بالعيش والعداله الاجتماعيه ومكافحه المجاعه وحد أدنى للأجور للفلاحين. فيا كامبسينا ضد الشركات بشكل خاص والرأسمالية والأبوية بشكل عام. طول ما الأرباح داخلة في الأكل هنفضل نعاني، لازم نلغي سوق الأرباح، يعني لازم نقضي على الرأسمالية ونتخطاها. لازم تعاونيات للفلاحين يقفوا في وش الشركات ويفرضوا أسعار أعلى ليهم. لازم نقابات عمالية وإضرابات في مواجهة نفس الشركات علشان يزودوا من أجورهم ويحسنوا من ظروف عملهم. مع الفلاحين من ناحية والعمال من ناحية تانية نقدر نسيطر على شركات الأكل والإنتاج الضخم. ومن ناحية تالتة لازم قوانين تحمي الفلاحين والعمال والمستهلكين من الأسعار. عايزين نسيطر على اتخاذ القرار، لأننا مش هنسيب حد يقرر ناكل ولا ما ناكلش، ولا حتى ناكل إيه ولا ما ناكلش إيه. دي بتاعتنا إحنا مش بتاعتهم هم. سلام يا ولاد البلد.